يسأل عن معنى لا إكراه في الدين. هنا إما أننا نقول إن المعنى لا إكراه في الدين خبر لكن يقتضي النهي، يكون المعنى لا تكره أحدا للدخول في الدين، فهذا إذا حملناه على هذا المحمل فمن العلماء من قال إنها منسوخة بآية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم الآيات. ومن العلماء من قال إنها في أهل الكتاب لا إكراه في الدين، لا تكرهوا اليهود والنصارى على الدخول في دينكم ما داموا يدفعون الجزية. هذان قولان. أما القول الآخر لا إكراه في الدين على باب خبر، أي أنكم لن تستطيعوا أن تكرهوا أحدا على الدخول في الدين، أي أنه ليس لكم تسلط على قلوب الناس، لن تستطيعوا أن تتسلطوا على قلب أحد حتى يدخل في الدين. ومن ثم فالرسول لم يستطع هداية عمه أبي طالب، ونوح لم يستطع هداية ولده، والخليل لم يستطع هداية أبيه، والله أعلم.